مرحبا بكم. حصري في الحقائق الأربع ليلة نكشفوا لكم بصفة ثابتة أنه النفايات الإيطالية شعلت بفعل فاعل. معطيات تحصل عليها الحقائق تثبت أن حرق النفايات الإيطالية في سوسة جزء هام من النفايات اللي دخلت لتونس كان بفعل فاعل. زوز عناصر أساسية للإثبات تلقاوها في تحقيقنا. هذه الصورة الأولى منين صارت العملية بالضبط، من شبابك المعمل وتحديدا من الشباك هذا، كيفاش من خلال السلوم اللي بتشوفوه من هنا دخل شخص أو أكثر حسب الخبراء اللي حكينا معاهم أكثر من شخص يمكن يكون موجود وراء عملية حرق النفايات. هذا ما يأكدوا تقرير الخبراء اللي تحصل بصفة حصرية الحقائق على خلاصته. نتأكد بأنه لا يمكن أن يكون الحريق داخلي في النفايات، وأن سبب الحريق بفعل فاعل قام بإشعال النيران بالاستعانة بسكب كميات كبيرة من الوقود. كميات كبيرة من الإيسانس اللي تصبت، صعيب يكون واحد برك هو اللي عملها، ولكن الثابت أنه النفايات الإيطالية حرقت وما كانش حادث عرضي. تحقيق الحقائق الأربع بكل التفاصيل الليلة.